اخويا بعد منور حبيبي يحيى، خلينا نشوفك قبل ما نسافر يا يحيى، عشان فيه. تحكي لللايف ان انا مسافر. يلا يا جماعة شدوا كبسوا كبسوا، كبسوا شيروا شو الاخبار؟ بس والله تمام. نورتي نورتي، اهلا وسهلا، شرفتينا والله في البيت. هلا فيك نورك. اهلا وسهلا، الله يسلمك. يا الله يعطيك العافية. هاي. لسه بعدك بالأردن ولا سافرتي؟ لا بعدني بالأردن. استفهم انها بعدها في الأردن، هاي المشكلة. إذا عم تلمح لشي، إحنا هاليومين رح نجي نزورك، تمام؟ وأنت بتعرف إنه قبل يومين كنت بدي أجي أزورك بس حضرتك كنت نايم. إذا ما عم هو لا تلمح لشي. لا، اذا عم المح انت جيت حكيتي لي انا ما حاجي اليوم، فجأة بساعة قررت تيجي اليوم، بزبطش. أوكي، لأنه أنا كان عندي شغل. أي تاتش صالون. كان عندي شي بعدين يعني التغى شغلي، فقلت بمر عليك انت هيك هيك بالبيت صح ولا لا، فما بعرف يعني. آدم أنا بالنهاية. وبعدين انا جاي عندي شغل، بتعرف هالشي، مشغوله انا عم بطلع. فهاليومين ان شاء الله بنجي بنزورك، وانا اول حدا حكيت معك قلت لك سلامتك صح ولا لا. صح، إن شاء الله طيب عليك، الله يسعدك. ويسعدك. ثانك يو يوزر. الله كان لقمنا أخوي. لأن التعليقات عندي كلها شو صارت؟ روحي زوري أحمد، أحمد حكى باللايف أمر ما زارتني، أحمد حكى باللايف أمر ما زارتني، عم يعاتبك. ما فأنا حكيت، حكيت له من شوي، لا أنت حكيت ما هيك باللايف بواحد من اي لايفاتك لا، وبعتوا لي إياه، بس مو هذا اللايف. حكيت مزح أوكي، مزح. فأنا أصلا حكيت له، قلت له إذا حزوره أو ما راح أزوره ما راح أصور، لأن أنت بالأخير حدا مريض، وأنا لما أزورك أزورك لأنه أنت شخص صديقي وعزيز علي وهذا واجبي، بس انا مو جايه مشان اصور لانه عيب اصورك يعني انه انا جايه والله شوفوني زرت احمد صح. طبعا مين حكى عن التصوير؟ لا انا عم بحكي لك انه انا هيك حكيت انه شوي باللايف لانه سالوني وقعدوا يحكوا لي زوري احمد زوري احمد، فانا يعني عم بحكي لك انا شو رديت، ولو ما كل شاء حول الله. كده رح لك تاج عليه. بس ما عملوا لي تاج على تبعك لما حكيت انت باللايف. انا اصلا امبارح كان يحكيها مزح يعني. تسكر حسابي ساعتين ومتت لرجعته. سكر حساب حسابك وحساب لسه؟ احمد 10، لا حساب احمد 10 اليوم تسكر، بده شهر. رجعت حسابك بس انت صح؟ انا شفتك اليوم فاتح حسابك كلوز لانه بقول لك تسكر ساعتين، بس حكيت مع حدا منيح وساعدني يعني. الحمد لله حلو. شكرا يا يوزر، ثانك يو. انت ليش اسمك يوزر؟ مو عارفه اقرا الاسم. يوزر، شكرا يوزر. يلا جايز آخر ثواني، هو احنا فايزين اصلا. كثير شكرا يا يوزر، ثانك يو. بروت فاطمة طلعت. اوكي بما انك مريض ما حاحكمك اكيد يعني، فخلص تفضل روح. احمل جنب، دير بالك. لا ولا اللي جنبك، خلص يلا بشوفك. ماشي ماشي، باي. باي باي. يا اخوي دائما بتخسرني. دخل محمد هشام اللي بالاردن، هذا اللي عنده 305. دائما بتخسرني. دخل محمد هلالات دائما. والله ظن العب معك يا قمر لا اخسرك. جماعة عندها عندها تحدي، عندها تحدي. مش في ثانك يو للمكبسين. هاي الأغنية لك يا أحمد. لو خيروني بين المال ولا الجمال أكيد المال، بروح بعمل عمليات. لو سمحتوا ثانية. مش التعليقات أحلام العصر. يابا يابا وينك 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 من زمان، يابا وينك وينك.
خلا كمل هذا ولو ما حبيته بس خلا كمل. نعسانة لا.